يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الطهارة يا إخواني ويا أخواتي لازمة لأداء الفرائض، لا يمكن لإنسان أن يصلي من غير طهارة حتى لو توضأ. أقول هذا الكلام للمبتعثين وللدارسين وللذين موجودين في بلادهم الذين يقعدون في المسطحات الخضراء وهي قد سقيت من مياه المجاري. نعم، تسقى من مياه المجاري في بلادنا وبلاد العرب أو بعضهم، وفي بعض البلدان الأجنبية، لأنهم لا يكترثون لأمر ديننا وهذا هو شأنهم. ولكنني أنصحكم أن تحتاطوا وأن تصلوا ولو على التراب وليس في المسطحات الخضراء التي تسقى من مياه المجاري. بالتوفيق، وتقبل الله منا ومنكم.